أهلا بكم. انطلقت اليوم الانتخابات الأمريكية بعد موسم من انتخابي اتسم بأنه غير مسبوق، لا سيما مع تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق قبل 100 يوم فقط، لتصبح نائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية. وقد اتفقت أغلب استطلاعات على أن سباق هذا الموسم متقارب للغاية بحيث يصعب توقع الفائز. وكشف أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية أن كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب متعادلان في ولايات رئيسية متأرجحة قبل يوم واحد فقط من بدء التصويت. للحديث عن انتخابات في أمريكا تنضم إلينا عبر الزوم من الناصرة سهى سلمان موسى، المديرة التنفيذية في مركز مساواة ومؤسسة أصدقاء مساواة في الولايات المتحدة. مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. سهى، من متابعتك كيف تجري عملية التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني عملية التصويت بلشت قبل أسابيع بما يسمى بالتصويت المبكر في الولايات المتحدة. هذه الإمكانية متاحة أمام الناخبين عن طريق التصويت عن طريق البريد، وأيضا اليوم، يعني اليوم هو ينتهي التصويت، كل ولاية حسب الساعة الملائمة لها. عملية التصويت حاليا يعني حسب الأرقام والمعطيات المنشورة حوالي 80 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم أيضا بالتصويت المبكر وخلال اليوم، يعني حوالي من المصوتين الديمقراطيين حوالي 41% من المصوتين الديمقراطيين أدلوا بأصواتهم، حوالي 39% من الجمهوريين، وحوالي 20% من المستقلين. فهناك التصويت جارٍ، يعني حسب وقتنا إحنا هون في البلاد، يعني الولاية في ولايات رح ينتهي التصويت فيها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حسب توقيت البلاد عنا، وفي ولايات مثل ولاية كاليفورنيا اللي ينتهي التصويت عندها الساعة 11 بتوقيت نيويورك، هذا يعني 11 مساء بتوقيت نيويورك، هذا يعني الساعة 6 الصبح بتوقيت البلاد عنا. أنت ذكرت الآن مدة عملية التصويت، ولكن متى نبدأ بتلقي النتائج التي قد تكون مؤشرا على النتيجة النهائية؟ يعني بالولايات الغير متأرجحة مثل الولايات اللي معروفة تاريخيا انه هي راح تكون او للديمقراطيين او للجمهوريين، يعني الحديث يدور على انه خلال 24 ساعة سوف يكون هناك يعني نتائج أولية من هذه الولايات. ولكن السؤال يبقى، ما يعني وضعية الولايات المتأرجحة حسب الأخبار اللي او حسب النشر اللي وصلنا نتيجة، لأن هناك تعادل وسباق متقارب جدا بين كامالا هاريس وبين دونالد ترامب، يعني يدور الحديث على أنه الأصوات أو عد الأصوات سوف يستغرق يومين حتى يعني نرى نتيجة، وأنا آمل أن نرى نتيجة حاسمة، لأن التوقعات تشير أنه النتيجة ما راح تكون حاسمة، وفي احتمال كبير، وحسب رأي المرشحين الاثنين كمان وأنصارهم يتحدثون على أنه ممكن يكون هناك تجهيز لكل موضوع، أنه يكون في هناك اتهامات بتزوير معين، أو يكون في هناك عد من جديد لبعض الأصوات خاصة في الولايات المتأرجحة، مثل ما حصل وقت الانتخابات بين الجور وبين جورج بوش الابن، فكان هناك ولاية فلوريدا اللي تم يعني العد فيها مرة أخرى حتى يتم حسم بشكل نهائي بالنسبة للفائز في هذه الانتخابات. إلى أي مدى يؤثر ظهور هاريس وترامب أمام الجمهور في ولايات متأرجحة، وكيف يؤثر ذلك على الناخبين؟ يعني طبعا ظهورهم يؤثر بشكل تعال نقول حسب مين الأقليات أو مين الفئات اللي كامالا هاريس ودونالد ترامب بيكونوا موجودين حواليهم. يعني بشكل عام الانتخابات الأمريكية يعني الإعلام كتير يلعب دور كبير جدا
في هذه الأمور. إحنا بنشوف إنه هناك مهرجانات انتخابية خلال الأشهر الماضية اللي موجود، اللي بيكون فيها دونالد ترامب وكامالا هاريس موجودين بين الجمهور، أو على أساس إنه يشجعوا المواطنين والناخبين من أجل التصويت لهم. هناك تأثير معين، ولكن يعني هذا إحنا بنشوفه، أو أنا بشوفه هذا سيف ذو حدين. ممكن المرشح أن يقع بأخطاء معينة، يعني مثلا كامالا هاريس في إحدى اللقاءات وتواجدها بين مجموعات معينة كان هناك شخص اللي هو داعم للقضية الفلسطينية وضد الحرب على غزة، يعني كان يحكي إنه يسألها هل رح توقف الحرب، شو مع الحرب على غزة والمساعدات. ف يعني بدال ما تحتضنه وتسمع رأيه وتحاول تناقشه، قالت له أوكي، يعني سكتت وقالت له اسكت أنا إسا عم بحكي. فهذا أثر وأثار غضب كتير من الجاليات العربية والفلسطينية والإسلامية اللي موجودة خاصة في ولاية ميشيغان على طريقة تعاملها بهذه القضية. من شق آخر، يعني ترامب في مهرجان معين في ولاية نيويورك كان هناك يعني لقاء مع الداعمين لدونالد ترامب وللحزب الجمهوري، وكان هناك تفوهات جدا مسيئة للأقليات من الدول اللاتينية. يعني كان في هناك يعني كلمات زي الشتم لهذه الأقليات، وهذا أثار غضب وسخط الأقليات، وهذا ممكن أن يؤثر سلبا على تصويتهم لأحد المرشحين. السؤال الأخير سهى، هنالك من يسأل هل أمريكا مهددة بوقوع حرب أهلية بعد الانتخابات؟ لا، مهددة بوقوع حرب أهلية لا، هاي مقولة جدا يعني كبيرة. أعتقد أنه رح يكون هناك مش حرب أهلية، ولكن حرب على وسائل الإعلام ولتويتر أو منصة إكس، بما أنه إيلان ماسك هو صاحب منصة إكس وهو من أكبر الداعمين لدونالد ترامب. يعني نحن نتصور أو ممكن يكون هناك اتهامات على هذه المنصات، على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسائل الإعلام، بما أنه وسائل الإعلام منقسمة، جزء منها مع ترامب مثل فوكس نيوز وغيرها، جزء آخر مع كامالا هاريس. فممكن أن يكون هناك تراشق من الاتهامات إذا كان في موضوع تزوير معين في ولايات معينة خاصة من الولايات المتأرجحة، أو أنه يكون هناك تصريحات ما يسمى فيك نيوز بولايات معينة اللي ممكن تأثر على الرأي العام. ولكن حرب أهلية لا أعتقد. أنا أعتقد أنه تعلموا الدرس من 6 يناير بعد الهجمة على الكابيتول، ولكن نحن بانتظار أن يكون هناك صدام معين، إذا كان في أروقة المحاكم، إذا كان هناك اتهامات بتزوير معين، وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. شكرا لك سهى سلمان موسى، المديرة التنفيذية في مركز مساواة ومؤسسة أصدقاء المساواة في الولايات المتحدة. شكرا لك. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا اليوم. بإمكانكم متابعة كل الأخبار والمستجدات على مدار الساعة عبر موقع بنت وتطبيق بنت. شكرا لكم على حسن المتابعة. لكم مني شاكر مواسي من طاقم البرنامج أجمل المنى، ودمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.